بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الأحزاب، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. بالمناسبة، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه كلمات دقيقة جدا، يعني الله سبحانه وتعالى وحده يخلق ويهدي ويرزق ويشفي ويحيي ويميت ويغفر. الله سبحانه وتعالى وحده متفرد بالخلق وبالهداية وبالرزق وبالشفاء وبالإحياء وبالإماتة وبالمغفرة يوم القيامة. ما دام الله متفرغا في كل هذا، يعني في أشياء أخطر من هذه الأشياء في حياتك؟ أن تخلق وأن تهدى وأن ترزق وأن تشفى وأن يحيى الإنسان وأن يموت وأن تغفر له ذنوبه. ما دام الله متفردا بهذه الأفعال الخطيرة في حياتك، من باب أولى أن تفرده بالطاعة والعبادة والحب والإخلاص وما إلى ذلك. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذان أمران متكاملان، يعني أطع الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. جاء في أسباب النزول أن كفار قريش عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عن آلهتهم، وأن يعتقد أنهم يعبدونها من دون الله لتقربهم إلى الله، وهم في المقابل يكفوا عن دعوته وعن دلالته وعن أي شيء آخر، يعني مصالح متبادلة، افعل كذا نفعل كذا، تسامح معنا في هذه الموضوعات لندعك وشأنك في هذه الدعوة. فهؤلاء الكفار هذا عرضهم، والمنافقون أيدوهم، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. النقطة الدقيقة هو أن الله سبحانه وتعالى وحده ينبغي أن تطيعه، وأن ما سواه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أنت أمام منهجين، منهج الخالق وتعليمات المخلوق، منهج الله ومنهج البشر، توصية من الله أن تفعل كذا، وتوصية من زيد أو عبيد أن تفعل كذا، يعني ما في تناسب، ليس هناك تناسب بين خالق ومخلوق، بين قديم ومحدث، بين قوي وضعيف، بين غني وفقير، بين عالم وجاهل،
بين محب ومبغض. فالشيء العجيب أن يدع الإنسان هدى ربه وأن يتبع هوى نفسه، أو أن يتبع توجيهات مجتمعه. يعني بعض الأمثلة التي تنبع من حياتنا، يعني الله عز وجل يأمرك أن تغض البصر، ويأمرك ألا تكون في مكان فيه اختلاط وفيه نساء كاسيات عاريات، وبعض الأشخاص يستحيون من الناس وفي أعراسهم ويجلسون أمام النساء الكاسيات العاريات وهم مسلمون. ماذا فعل؟ يعني رأى أن طاعة الناس أولى من طاعة الله. بالمناسبة هذه الكلمات التي يرددها المسلمون، الله أكبر مثلا، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، يعني هذه كلمات لو وقفنا عند معانيها الدقيقة لأخذنا العجب العجاب. يعني الله أكبر، أي إنسان يطيع مخلوقا ويعصي خالقا؟ فهو ما قال الله أكبر ولا مرة. أنت حينما تطيع زوجتك وتعصي ربك ماذا رأيت؟ رأيت أن طاعة الزوجة خير من طاعة الله، وأن غضب الزوجة شر من غضب الله، هكذا. لمجرد أن تطيع مخلوقا وتعصي خالقا معنى أنت أشركت. فلذلك يا أيها النبي اتق الله، يعني أطع الله، المعنى الأرقى انظر بنور الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين. إياك أن تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إنسان أعمى يطاع؟ طيب إنسان جاهل يطاع؟ لا والله. إنسان له مصلحة مادية يطاع؟ لا والله. إنسان يبغض مبغض يطاع؟ لا والله. فالكافر والمنافق أولا في جهل وفي مصالح وفي بغض وفي حقد وفي حسد، ودائما المقصر يحب أن يقصر الناس جميعا. أسأل طالب يعني أهمل وظيفته، يقول لك ما لنا كاتبين وظيفة أستاذ. أنت كم واحد؟ أنت واحد، ما لنا كاتبين. بيستأنس كل ما كثروا المقصرين. دائما العاصي بحب الناس كلهم يعصوا. هلأ أسأل واحد مقيم على معصية بينصحك فيها، ما فيها شيء، لا تتزمت في إلا إنه هو خارق الاستقامة بهالناحية. دائما العاصي ينصحك بالمعصية، المقصر ينصحك بالتقصير، الذي يطلق بصره في الحرام ينصحك بأن هذا الشيء فوق طاقة البشر. يا أخي أين أذهب بعيوني؟ فالمؤمن الصادق لا يمكن أن يستنصح كافر ولا منافق ولا مقصر ولا متلبس بمعصية، إن الجواب معروف، سوف ينصحك بما هو فيه بما هو فيه. فأنت أمام توجيهين، أمام منهجين، أمام قانونين، أمام دستورين، أمام توصيتين، توصية الخالق وتوصية المخلوق. الخالق أولى. يعني ممكن إذا أنت كنت جندي بسكنة، جاءت أمر من عريف وأمر مناقض من أعلى رتبة، معقول تنصاع لأمر العريف وتغضب أعلى رتبة؟ يقول لك عماد أو عميد، ممكن هذا كهذا؟ يعني أيعصى الله عز وجل ويطاع مخلوق؟ هذا ما قاله الله عز وجل في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. طيب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. يعني عليما في تشريعاته، حكيما في أفعاله. العليم يطاع والحكيم يطاع، والقدير يطاع والغني يطاع، والمحب يطاع، نعم، والعادل يطاع واللطيف يطاع. إن الله كان عليما فيما أمر حكيما فيما فعل. الله عز وجل له أمر تكليفي وأمر تكويني، يعني يأمرك بغض البصر أمر تكليفي، ينهاك عن الكذب أمر تكليفي، وفي أمر تكويني، يعني ساق لإنسان مصيبة هذا أمر تكويني، جعله عقيما، جعله
ذا عيال كثير جعل نسله من البنات فقط مثلا، فهذا أمر تكويني. فإن الله كان عليما في أمره التكليفي، وكان حكيما في أمره التكويني. فأنت إذن أطع الله، لأنه العليم فيما أمر، الحكيم فيما فعل، فعله حكمة. يعني كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فممكن يتوازى أمر البشر مع أمر خالق البشر؟ يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. يعني اتبع، أنت آلة معقدة، في تعليمات الصانع، في آلة كمبيوتر مثلا، جهاز معين في معه تعليمات، معقول هذا الجهاز المعقد الغالي حقه 30 مليون كمبيوتر تروح عند الخضري جارك تأخذ منه تعليمات التشغيل؟ يعني لو أعطاك تعليمات حتكون مضحكة. هو على أنه له، كل إنسان له قدر عند الله، بس هذا ليس اختصاصه. ممكن تتلقى تعليمات تشغيل الكمبيوتر من إنسان جاهل، من إنسان لا يفقه ما هذا الجهاز، وأنت أغلى على الله من هذا الجهاز، أنت أعقد مخلوق في الكون. ممكن تتلقى التعليمات من جهات جاهلة، من جهات مغرضة، من جهات لها مصلحة. واتبع ما يوحى إليك، لأن الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي ما في خطأ أبدا، يعني الوحي فيه حق مطلق، فيه كمال مطلق، فيه عدل مطلق. كما قال بعض العلماء، الشريعة عدل كلها، مصلحة كلها لصالح البشر. يعني مصلحتك الحقيقية في الشرع، في الزواج، في الطلاق، في العمل. الشريعة عدل كلها، الشريعة رحمة كلها، الشريعة عدل كلها، مصالح كلها. وكل أمر خرج من العدل إلى نقيضه، ومن المصلحة إلى ضدها، ومن الرحمة إلى خلافها، فليس من الشريعة ولو أدخل عليها بألف باب وباب. يعني يجب أن تعلم علم اليقين أن هذا الشرع رحمة كله، مصلحة لك ولأسرتك ولأولادك ولمجتمعك ولبلدك ولأمتك كلها، ورحمة كله عدل ورحمة ومصلحة. وكل أمر خرج من الرحمة إلى خلافها، من العدل إلى نقيضه، من المصلحة إلى ضدها، فليس من الشريعة ولو أدخل عليها بألف تأويل وتأويل. مهما حاولت أن تقول هذا من الشرع، ليس من الشرع، ما دام خلاف المصلحة، خلاف مصلحتك، خلاف المنطق، خلاف الواقع، خلاف الفطرة، خلاف العقل، خلاف النقل، ليس هذا من الشريعة ولو أدخل عليها بألف تأويل وتأويل. إذن واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. سمعت في بعض البلدان يعني أرادوا أن يضعوا تشريعا وضعيا للعلاقات الشخصية، فألزموا كل متزوج إذا أراد أن يطلق امرأته أن يعطيها نصف ما يملك حصرا. يعني إنسان في عنده معمل، إنسان في عنده أرض، في عنده بناء، إذا أراد أن يطلق زوجته فعليه أن يعطيها نصف ما تملك. هذا قانون وضعي وضع في بعض البلدان الإسلامية، يعني تقليدا للمناهج الوضعية المطبقة في بلاد لا تؤمن بالله عز وجل. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن سوق الزواج بارت، يعني من خلال 100 شاب لا يقدم على الزواج شاب واحد، لأنه خلاف الشرع. فسمعت
أن آباء الفتيات كانوا يعرضون على أولياء الشباب سندات قانونية بمبالغ طائلة، أنه لو طلقها يستحق هذا السند ليتلافى الزوج كتابة نصف ماله لزوجته. يعني تعديل طفيف بقانون الأحوال الشخصية، تعديل طفيف خلاف الشريعة، بارت سوق الزواج وانتهت. فلما ربنا عز وجل بشرع حكيم خبير، المرأة لها مهر عند الطلاق تستحقه، أما أن تستحق نصف ما يملك زوجها هكذا صار في طلاق قيدي، بصير طلاق قيدي، فبارت سوق الزواج. يعني يجب أن تعتقد أن أي انحراف عن منهج الله عز وجل له مضاعفات خطيرة على أي مستوى تشاء. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني كلمة خبير أبلغ من عليم، العليم يرى، أما الخبير يعرف الدوافع. أنت قد تعلم أن هذا الإنسان أعطى فلانا هذا المبلغ، هذا علم، أما الخبير تعرف النوايا التي وراء هذا الإعطاء، تعرف المقاصد البعيدة، تعرف طبيعة هذا الإنسان جبلته، تعرف الصراع الذي جرى في نفسه، تعرف لماذا أحجم، لماذا أعطى. فربنا عز وجل يقول واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني في خبرة، يعني أنت مكشوف، كل نوازعك، كل صراعاتك، كل مطامحك، كل أهدافك كله مكشوف عنده. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهم في إشارة، يعني أنت إذا اتبعت ما يوحى إليك هناك من يعارضك، هناك من يكيد لك، هناك من يحاول أن يطفئ نور الله عز وجل، هناك من يفعل شيئا لا يرضيك، لأنه معركة الحق مع الباطل معركة أزلية أبدية. ما دام هناك حق هناك باطل، ما دام هناك حق وباطل هناك صراع بينهما. فإذا اتبعت منهج الله عز وجل ربما عاداك أقرب الناس إليك، زوجتك يمكن ما ترضى، ما كنت هيك تغيرت، شو هالدين اللي اسميك تبعك إلا رأسا، يمكن أولادك ما يتحمل، يمكن جيرانك شركائك أقرب الناس إليك. فلما الإنسان بيفهم الإسلام فهم يعني اجتماعي عواطف دينية قضية سهلة، أما حينما يطبق الإسلام تطبيقا حقيقيا ينشأ من هذا التطبيق المتضررون المعارضون، فبنشأ حوله مشكلة، بنشأ حوله. فالإنسان إذا أراد طاعة الله عز وجل يعني لا يتوقع الطريق ورود، يتوقع الطريق في متاعب. يعني أنت إذا كان في شركة وأردت أن تطبق أمر الله عز وجل، الشركاء لا يرضون عن ذلك، في أرباح طائلة يجنيها الشركاء من بعض الأساليب غير المشروعة في كسب المال، فإذا قلت أنا هذا الشيء لا أوافق عليه تنتهي الشركة طبعا، ما بيخلوك بالشركة. فدائما وطن نفسك أن طاعة الله لها ثمن، أنه أن تجمع بين الدنيا والآخرة. ببساطة، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. هذا ليس تشاؤما، ولكن من طبيعة الأمور أنك إذا أردت أن تقيم منهج الله عز وجل هناك معارضون، هناك متضررون، هناك من يسفه هذا الاتجاه، هناك من يقف في طريقك، هناك من يكيد لك. جاءت الآية الكريمة وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يعني أقوى جهة في الكون توكل عليها، الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، مين عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ وتوكل على الله. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. ألا تحبون جميعا أن تكونوا أقوى الناس وأكرم الناس وأغنى الناس؟
عليكم بطاعة الله عز وجل، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله لو توكلتم على الله حق التوكل، والله الذي لا إله إلا هو، زوال الكون أهون على الله من أن يتخلى عنكم. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. من أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه، وشتت عليه شمله، ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، أعطيته فوق ما أعطي السائلين. وأنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي، وكنت عندي مذموما. إذن وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآيات إن شاء الله نشرحها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.